مصطفى غربال عن نهايه مباراه الترجي الرياضي التونسي وضيفه النجم الرياضي الساحلي بملعب حمادي العقربي بيرادس بفوز الترجي الرياضي التونسي بنتيجه هدف مقابل صفر، هدف المباراه الوحيد سجله رياض بن عياد لفريق الترجي الرياضي التونسي. نشكركم على حسن المتابعه ونلتقي ان شاء الله قريبا في مواعيد رياضيه قادمه على هذه الصور الجميله نتاع الروح الرياضيه على او عبر منصه ديوان سبور. الى اللقاء.